وكل داخل ياباني. بشرى منورانا النهارده في برنامج اوت بوكس على السوشيال قناه صدى البلد، جايين نحضر حاجه بقى مصريه يابانيه. زرتي اليابان قبل كده ولا لا؟ انا ما زرتش اليابان، لكن والدي كان بيدرس في جامعه في طوكيو في اليابان، وعندنا تقدير كبير جدا، وكان في عندنا تعاون يعني ثقافي انساني ما بين اليابان. انا شايفه ان احنا اهتمينا بالعلاقات المصريه الامريكيه كتير قوي، اهتمينا بالعلاقات المصريه الاوروبيه. اعتقد وقت ان احنا نعزز علاقتنا باسيا وبلاد مهمه جدا زي اليابان. نحضر طبعا الايفنت في وسط الاهرامات بقى، وخصوصا الاهرامات الفتره اللي فاتت بقى كان حوار الكلب اللي طلع وعمل سياحه كبيره جدا، فكان ايه تعليقك على الموضوع؟ لا يعني اذا كان الكلب له نصيب وحظ من الهرم يبقى احنا اولى بقى احنا كمان ولا ايه؟ يعني هو بس حب يصحصح عندنا غريزه يعني تقدير الذات وتقدير النفس وتقدير تاريخنا وحضارتنا، فهو جه زغزغ الحكايه دي وصحصحنا شويه، فقامت رجلينا جابتنا بسرعه على الهرم. شايفه لابسه سلسله مكتوب عليها حب وما شاء الله جميله، يعني قولي لي كده في قصه حب جديده ولا ايه؟ لا في جواز بقى، اتجوزت خلاص كده، الحب اللي كان موجود الناس كلها عرفته وكللناه بالجواز، فانا سعيده انه انا لابسه حب، بس انا مش لابسه حب عشان بس حب رجل لامراه، انا لابسه حب عشان العالم ناقصه حب. العالم فيه نزاعات كتيره جدا، العالم فيه صراعات، العالم فيه حروب، العالم فيه ناس بتعاني. فيعني اللي جابت لي الهديه دي قالت لي يا رب يديكي طاقه الهديه دي، قلت لها ويا رب يدي العالم كله الطاقه دي، لانه احنا حقيقي محتاجين حب علشان منسوب العنف يقل شويه. علاقتكم كانت جميله جدا والناس اتفاجئت بيها، وبقينا شويه تطلع شائعات كده ان انتوا اتطلقتوا شويه، والناس ما بتسكتش يعني، لحد ما شفناكم برضو الفتره الاخيره كان في حفله عيد ميلاد مصطفى قمر، فده كان رد ايه بقى ردك على الاشاعات اللي بتيجي كتير؟ لا ما عندناش وقت بقى، اللي بيطلعوا الاشاعات دي ناس فاضيه، واحنا ورانا بقى ايه اشغال واولاد بنربيها ودخلنا مدارس وعندنا حاجات، وكل واحد مهتم بشغله يعني واكل العيش وتحقيق نفسنا، فمش هركز مع الاشاعات دي خلاص. اللي عايز يقول يقول، ظهرنا مره واثنين وثلاثه مع بعض ولسه فضلوا مكملين في الاشاعات. فلا دي ناس بقى قاعده يعني مترصده يعني وعالم فاضي عايزه تاكل عيش على قفانا، فخلاص بقى مش لازم نديهم الاهتمام ده خالص يعني. بيساعد معاكي في تربيه الاولاد وان هو تاخدي رايه في حاجات تخصهم؟ والله لا، ربنا يخلي ابو الاولاد هو المسؤول عنهم وهو اللي بيراعيهم وبياخد باله على تفاصيل حياتهم معايا. هو طبعا لا يعني هم بيبقى له طبعا وجهه نظر وراي، لان احنا بنتكلم وبنتناقش، بس هو معظم الوقت مسافر وعنده شغل كتير جدا بره وعايش بره، فمش دايما بيبقى فيه فرصه انه يتابع الحياه اليوميه. ايه بقى الاعمال الجديده؟ أعمل الجديدة دلوقتي لسه قاعدة بحاول أفكر كده أنتج فيلم، بس حيرانة شوية في الموضوع اللي أنتجه، ولسه بشوف أنا إيه اللي هقدمه إن شاء الله كممثلة كمان الفترة الجاية. حاجة من الأعمال القديمة ممكن تعمل لها حاجة كده جديدة تجدديها، ممكن يبقى إيه؟ حاجة قديمة وجددها؟ لا ده في مشاريع كتيرة قوي، بس لا مش هقول لك الحاجات دي بقى تتنظر.